الراديو 90 90، هواها مصر. سريعا كده زميلنا محمد صابر عايز يلفت نظرنا ان في حادث حصل برضو في النزهة، في بلاغ من مسؤول نادي الشمس بيفيد بمقتل فرد امن. ايه الموضوع يا محمد؟ اهلا اهلا استاذ احمد، اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين. حبيبي مساء الفل. انا عارف انك عندك سبق دلوقتي عن مقتل فرد امن امام نادي الشمس، ايه الموضوع؟ طيب انت زي ما حضرتك اشرت استاذ احمد، يمكن احنا هنعرف الساده المستمعين حقيقه هذه الواقعة تحديدا وملابساتها ايضا. يمكن عندنا ملابسات الواقع، يمكن عندنا تكثيف من الجهود او تكثيف الجهود الامنيه بمديريه امن القاهره باشراف السيد اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخليه مدير امن القاهره لهذه الواقعة تحديدا، مع فريق بحث على اعلى مستوى برئاسه اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمه واللواء العميد نبيل سليم رئيس قطاع مباحث شرق القاهره. يمكن ملابسات الواقعة بتختلف عن اللي نازله على بعض المواقع. بالظبط، هنقول التوضيح عشان كده. بالظبط، وهنوضح بيها الساده المستمعين. هي النسبة اللي نزل على المواقع الإلكترونية بيشير ان هذه سطو مسلح على مناطق او تحديدا داخل نادي الشمس. لا، هي الواقعة تحديدا بجوار، هي قاعة افراح بجوار او محيطة بنادي الشمس. يمكن ابرز اللي ما فيها تحديدا هو هجوم مسلحين او بعض الاشخاص المسلحين قاموا بالتعدي على فرد امن واصاباته اصابات بالغة، وحتى لفظ أمتازه الأخيرة عقب نقله إلى المستشفى، والآخر تم نقله إلى المستشفى وحالته الآن تعتبر متوسطة بعد إجراء الإسعافات الأولية له، وقاموا بسرقة بعض الأجهزة، بعض عبارة عن شاشات و يعني هي حادث محمد سطو مسلح ولا هو حادث إرهابي ولا هي تعتبر حادث جنائي حتى هذه اللحظة. وتعتبر حتى الآن يمكن الأجهزة الأمنية والمباحث الجنائية بتكثف وبتشير التحريات الأولية إن بسبب خلافات بين أصحاب أحد الأفراح. محمد أنا هكمل معاك بس هستأذنك، هروح لأذان العصر، خليك معايا وهرجع أكمل معاك مرة تانية. لسه مكملين معاكم في حال بلدنا، وكنا بنستفسر اكتر من زميلنا العزيز محمد صابر عن حادث قتل احد افراد الامن امام نادي الشمس، ووضح لنا اكتر. محمد رجعنا لك مره تانية، قول لي كده تفاصيل تانية بعد اذنك. هو بالظبط زي ما حضرتك اشرت استاذ احمد، يمكن هو الاجهزه الامنيه بتكثف بحثها في مقتل احد الافراد واصابه احد العاملين في قاعه افراح ملصقه تحديدا في محيط نادي الشمس وليس داخل نادي الشمس زي ما احنا وضحنا. يمكن الحادث تحديدا بيشير ان ثلاثه اللي نفذوا هذه العمليه وقاموا بالتعدي عليهم وقاموا بسرقه بعض المحتويات من داخل قاعه الافراح نتيجه ان الخلافات التحريات الاوليه المبدئيه الان للمباحث بتؤكد ان بتشير ان الثلاث اشخاص يقومون او قاموا بتنفيذ هذه المهمه نتيجه بسبب خلافات سابقه بين احد مستاجري القاعه و احد السادة الزبائن. يمكن حتى هذه اللحظة بتكثف الاجهزة الامنية جهودها لضبط المتهمين، وبالنسبة لحالة المصاب الذي تم نقله للمستشفى حالته الان متوسطة وتم بيخضع الان للعلاج وحالته الان متوسطة، مصاب بعدة جروح متفرقة في انحاء جسده. يمكن عندنا فريق بحث على اعلى مستوى مكون من او باشراف السيد العميد نبيل سليم رئيس قطاع مباحث شرق القاهره، وبناء على توجيهات السيد اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع امن القاهره واللواء محمد منصور مدير مباحث القاهره، وفي خلال ساعات ان شاء الله هيتم تحديد او بعد ان يعني تم تحديد هذه الجناه بالفعل هيتم الاعلان عنهم وهيتم ضبطهم، وهنخطر حضرتك استاذ احمد والساده المستمعين من ضبطهم. هنتابع معاك يا ابو حميد اول باول. شكرا زميلنا العزيز محمد صابر، وهنتواصل معاك على مدار الحلقه كده تقول لنا ايه الجديد ان شاء الله. يمكن المؤتمر الصحفي ما بين سكرتير عام الامم المتحده انطونيو جوتريش بدا بالفعل مع معالي سفير سامح شكري وزير الخارجيه، عشان كده مش عارفين نتواصل مع زميلنا العزيز محسن سبيكا. هو خلاص بدا المؤتمر، هنقول لكم تفاصيل الزياره، وزي ما احنا قلنا هنشوف الزياره دي اول زياره رسميه لمصر منذ توليه المنصب. طبعا هنشوف ايه الموضوع، وكان عنده جوله كمان، يعني هو اعتقد هو جاي من قطر وعنده لسه جوله هيروح للسعوديه وتركيا والامارات وعمان الفترة اللي جاية، ولكن هو توقف في مصر، هنشوف فعاليات الزيارة ايه ان شاء الله. لسه مكملين معاكم، رقم تليفوناتنا على 2-18-10-8-66، او ممكن نتواصل من خلال صفحتنا على الفيسبوك / الراديو 90 90، او من خلال طبعا ارقام رسائلنا على 1-90-9.